محمد، طالبة في أولى جامعة. أخويا اعتقل يوم 25 يناير، يوم 25 يناير 2014. كان ماشي هو واصحابه، كل ذنبه ان هو كان شايل شنطة هاند باك من شارع توفيقية، اتلموا عليه 30 بلطجي بالشوم، تقطيع الهدوم، هدوم اخويا واخدينها منه من القسم، متقطع البنطلون من عند رجله، متبهدل ظهره كله متبهدل. دخل القسم قعدوا يومين مش عارفين نعرف عنهم اي حاجه غير ان هو جوه بس. رجعوا الهدوم، هدوم متبهدله جدا. طبعا في القسم اتعرضوا لتعذيب من امن الدوله والمباحث. المباحث اديتهم على طول 15 يوم من غير ما يعرفوا عملوا ايه. كل ذنب اللي هم لقوا في الموبايل بتاعه، بس فتحوا الفيسبوك لقوا ان هو يعني بقى ضد السيسي، لكن هو كان نزل 30/6 وكل حاجه. ان هو اتاخد يوم 25، فاقل من 30 يوم 45 يوم، اتحكم عليه سنتين سجن وسنتين مراقبه. ده طبعا ظلم جدا، لان انا رحت الجامعه بتاعته، هناك قالوا لي ازاي تظاهر وازاي خد سنتين. هو اهل حاجه واكتر حاجه واقصى حاجه 6 شهور، والنهارده احنا جايين عشان نطالب ان هم يخرجوا. ازاي ياخدوا سنتين سجن وسنتين مراقبه وهم ما عملوش حاجه اصلا؟ احمد اخويا اتعرض للتعذيب في السجن، بره السجن كان معانا تسجيل مسجلين له لما كان في عربيه المدرعه، مسجلين له ان هو الجندي بيقول للضابط ان هو معانا جثه على احمد اخويا، والضابط يجي يشتمه باقذر الالفاظ، يقول له اسم مامتك ايه. احنا الحمد لله احرار، وان شاء الله ان شاء الله النصر قادم باذن الله، واحنا ان شاء الله بنطالب ان هم يخرجوا، لان كده حرام، ويا ريت يعملوا حاجه في الاستئناف.